المشاركة الثالثة جوري مدلل الرويلي عمره 9 سنوات، المدينة من القريات، الموهبة والهواية الرسم، وأكثر صفة تتميز بها الابنة الاحترام. يا سلام لما يكون من الصغار وش حليلة. نشوف. عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محبة المجد جوري مدلل من محافظة قريات. اليوم عندي فراغ، قررت اني اجلي صحون وحبيت اشارككم المقطع، ويلا نبدا. ولازم تساعدون امهاتكم ببر الوالدين وننظف المزرعه كمان، يعني لا تنسون. لا صحيح، ايوه انا في بعضهم شباب، بعض الشباب ما ادري، فراس ممكن يقول كانه نص الحديث، يمكن النص لكن هو معنى الحديث اتوقع صحيح. إن فيما معناه ان كل الذنوب يعني يقدر الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها اللي عقوق الوالدين، اللي عقوق في الدنيا إيه؟ في الدنيا اللي عقوق الوالدين. فهي الواحد يعني هو المقصد انه الجميل صراحه من حبيبتنا اللي هي جوري انه هي تساعد والديها. وانا صراحه حتى احيانا في كثير من برامجنا في المجد احيانا اشوف في الوسم انه والله فاتني البرنامج، انا كنت كل اليوم قضيت في المطبخ، والثانيه تقول والله كنت كذا كذا، حتى في رمضان والله كنت اخدم. وبعضهم ترى اعمارهم صغيره، فانا انبسط صراحه لما اشوف مثلا 10 سنوات 9 سنوات وما شاء الله في خدمه اهلها، وبالعكس ما تتضجر من هذا الشيء لما يطلب منها من امها وابوها. فبرافو عليك. وهذا برضو شيئين راح تستفيده، هي الشيء الاول طبعا رضا الله عز وجل ورضا الوالدين، الشيء الثاني محبه الناس لك خلاص. السلام. يعني تصير يعني لما يجيك الانسان خدوم بالضبط. ايوه أيه. هذا الانسان، والناس يحبون الانسان خدوم طبعا، صح. ويقتربون منك، نبغى نصير صديقك زي كذا، يتعرفون عليك صح. وهذه مواصفات ترى ايجابيه، ترى والله انا يعني ذكرني بكثير من اصحابي احيانا حولي، يعني مثلا في سفر تروح بتجي تحصل شخص ما شاء الله هو اللي يخدم، هو اللي يرتب، هو من نفسه، من تلقاء نفسه بدون ما تطلب. فيعني متعود هو صغير. جميل، هي مساعده الاخرين وشخص خدوم. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.